السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم كما كتشوفوا غادي نحضر معكم تيراميسو اللي بزاف الناس كيعجبهم. ما نطولش عليكم، نبداو في الوصفه. في الخطوه الاولى غادي نحتاجوا كريمة. كما كتشوفوا معايا انا عندي هنا جوج علبات صغارين، كل علبه فيها 200 ملليلتر، والسكر باش نحليوها، وعلبه ديال كريم ديال الدهن. انا هنا استعملت نص ديالها ماشي كامله، ويمكن لكم تستعملوا اي نوعيه، يمكن لكم تستعملوا فيلادلفيا او لا اي نوع ديال الكريمه ديال الدهن، ماشي كريمه، عفوا، جبن ديال الدهن. صافي، هنايا غادي نعمل داك الناطه وغادي نخدمها مزيان كما كتشوفوا. واخا المول عندي هنايا شويه واسع، كنميلو شويه باش تخدم مزيان، كدي شويه ديال الوقت ولكن من بعد كتطلع مزيان. دفت السكر، ما تصورش، السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، بغيتوه حلوه بزاف ولا شويه ولا هذا، ماشي مشكل. وصافي، هنا نخدمها حتى نكمل. من بعد ما خدمت الناطه ديالي كما شفتوا، غنجوز للخطوه الثانيه اللي غادي نحتاجوا فيها 4 ديال الشاشيات ديال القهوه سريعه التوابل. انا هنا عملت غير جوج، من بعد غادي نزيد. وغادي نستخدموا هاد النوعيه ديال الكيكس، تكونوا كتعرفوها، تلقاوها في اي مطعمات، في اي محل موجود. غادي نستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الصوره، الا حتى نكمل الطبقه الاولى ونزيد عليها الناطة ديالي ونزيد على البسكوي في الطبقه الثانيه. هنا احتاجت جوج ساشيات ديال هاد النوعيه ديال الكيكس في هاد المول هذا. غادي نستمر بهذه الطريقه الا حتى نكمل كل شيء. جوج طبقات هنايا، خدات لي جوج طبقات كما كتشوفوا هنايا. نسكافي بدات كتقادى لي شويه، غادي ملي غتقادى كامله غادي نزيد. هي هذيك دات لي 4 ديال الساشيات. صافي، وهنا من بعد ما كملت الطبقات ديالي غادي نضربها عليها في الوجه شويه ديال الكاكاو اللي غادي يعطيها شويه ما يخليهاش الوجه ديالها بحال هكاك. وغادي ندخل النيبيا، ندخل النيبيا ساعه جوج نص ساعه، مهم تبرد مزيان باش حتى في المذاق ديالها كتجي مزونه. وصافي، تيراميسو ديالنا وجد. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. تيراميسو وصفه معروفه، هي فيها صراحه جوج طرق تقدر تعدلها بهم. انا اخترت الطريقه اللي سهله واقتصاديه كما العاده، وحبيت نشاركها معكم. كنتمنى تجربوها والوصفه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.